للحديث أكثر عن قرصنة موقع هيئة علماء المسلمين في العراق وتوقيفه ينضم إلينا الدكتور عبد الحميد العاني الناطق والرسمي باسم الهيئة عبر سكايب. دكتور عبد الحميد العاني، السلام عليكم ورحمة الله. بعد أن تمت القرصنة على موقع هيئة علماء المسلمين ومن قبلها عدد من منصاتها الإعلامية أيضا، يعني أين حرية التعبير التي تحدث عنها مشروع الاحتلال والدستور أيضا الذي يعني وضعه بالنص على أنه حرية التعبير طبعا قيمة مصانة، أين هي من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع مشاهديكم. وحقيقة قد بات واضحا ومعلوما لدى القاصي والداني أن كل هذه الشعارات التي رفعت عقب الاحتلال في ظل هذا المشروع الذي جاء به الاحتلال ويتبجح به أدواته كلها مناقضة للواقع، ولا يوجد على أرض الواقع أي شيء يطبق من هذه الحقوق أو الحريات أو غيرها، فلم يأتوا إلى العراق إلا بالدمار وبالفساد وبالخراب وبالويلات وبالمآسي التي لحقت كل شيء. وما حرية الكلمة التي يدعى ونصوا عليها وذكروها في دستورهم الذي أيضا من ورائه جلبت أو تستروا بالكثير من الويلات على العراقيين وجرائمه، ما هذه إلا أيضا أكذوبة من الأكاذيب تناقضها كل أفعالهم، فهم يحاربون الكلمة الصادقة وأصحابها. يعني عملية خنق الأصوات الحرة أو المساندة للتظاهرات والفاضحة للفساد الموجودة في العراق، هل بقرصنة موقع هيئة علماء المسلمين تتم خنق هذه الأصوات وكذلك الأصوات الحرة؟ يعني لا بهذا ولا بغيره، وهي بالمناسبة ليست المرة الأولى التي نتعرض لمثل هذه الحرب الإلكترونية منهم من هذه الأجهزة الرسمية ومن معها، لكن هذه الأساليب أكثر من مرة طبعا مارسوها ومارسوا غيرها كذلك. والعجيب أنهم في كل مرة لا يتعلمون من الدروس، بأننا نحن في هيئة علماء المسلمين لم نخضع في يوم من الأيام مثل هذه الضغوط وهذا الابتزاز، ولا يهمنا مثل هذا الأمر، فهو لا يؤثر. يعني إذا تم إغلاق الموقع يومين ثلاثة وحتى لو أسبوعا، فالأمر لدينا هنالك البدائل الكثيرة، والشعب العراقي اليوم والمتابعون المراقبون والذين يترقبون صوت الحق ومعرفة الحقيقة يتواصلون معنا عبر وسائل أخرى، فهي لا تؤثر علينا، لكنها معبرة عن حنق هؤلاء وعن غضبهم وعن مدى تأثرهم ووجعهم من صوت الحق الذي يعلو دائما. وإن شاء الله تعالى نسأل الله أن يعيننا دائما على رفعه. منذ احتلال العراق دكتور عبد الحميد هناك استهداف للوسائل الإعلامية والصحفيين والناشطين الذين يعني يقومون بكشف ملفات الفساد للمشروع الأمريكي أو الحكومات المتعاقبة، من وجهة نظرك يعني ما هو دور وسائل الإعلام أو الإعلام الحر، دور الصحفيين الذين يكشفون هذه الحقائق في يعني وضع حد أو وضع عوائق أمام مشروع الاحتلال الأمريكي الذي يعني تم بالطبع بالتنفيذ منذ عام 2003؟ طبعا وسائل الإعلام رسالتهم الأولى أتكلم عن وسائل الإعلام الحرة، أنه رسالتهم هي كشف الحقائق بغض النظر عن حجم هذه الحقائق ومن يقوم وراءها. لكن هنا وسائل الإعلام عليهم دور إضافي، وهو ليس فقط فضح هذه الجرائم التي ارتكبت ضد أبناء الشعب العراقي ضد دمائه وأمواله وخيراته، بل كذلك فضح الجرائم التي ترتكب ضد بعضهم البعض، وهو تكميم الأفواه وغلق القنوات واستهداف الصحفيين واستهداف الشباب وغيرها. ولذلك هذا واجب الجميع أن يتكاتفوا فيما بينهم ويتناصروا، لأن أولا وأخيرا كلمة الحق يجب أن تظهر وأن تعلو، وأنه يكشف الفاسد ويكشف المجرم، ولا بد أن يأتي يوم الحساب. لماذا كل هذا التركيز على يعني هيئة المنصات الإعلامية لهيئة علماء المسلمين؟ قناة الرافدين أيضا تعرضت إلى التشويش أكثر من مرة وإلى الاستهداف، لماذا تحديدا تم استهدافهما؟ يعني هم يدركون أنه ويعرفون حقيقة من يقف وراء هذه المنصات الإعلامية وصدقهم
ولا نقول ذلك تزكية لأنفسنا، وإن كان لابد لنا أن نشهد وأن نؤكد على حقيقة مواقفنا، لكن هذه الشهادة تأتي من الآخرين من خارج أقسامنا أو من خارج من يعمل معنا من المنصفين والمراقبين من العراقيين ومن غيرهم من القوى الوطنية الأخرى ومن خارج العراق كما قلت. فهم يعني يدركون أن هذه المنصات وهذه الجهات وتحديدا هيئة علماء المسلمين صادقة في ادعاءات في يعني كلامها في إعلامها في كلمتها، والأمر الآخر أنها مؤثرة. فالحمد لله منصاتنا الإعلامية اليوم لها رقما صعبا، باتت رقما صعبا لدى الجمهور العراقي، لأن الشعب العراقي أيضا بات يميز من الذي يتاجر بهموم العراقيين وبآلامهم ومن الذي يسعى إلى الحق ونصرة يعني أهلك. لولا أنها مؤثرة لما قاموا بإغلاقها أو قرصنتها وكذلك استهدافها أيضا، يعني موقع بصائر بالإضافة إلى قناة الرافدين الفضائية ومنصات هيئة علماء المسلمين الإعلامية، هل هذا الأمر هو يعني سيولد الدافع للاستمرار لهذه المنصات الإعلامية لكشف الحقائق ودعم الحراك الشعبي ودعم ثورة تشرين السلمية؟ بالتأكيد، يعني نحن طيلة 17 عاما من عمر الاحتلال لم تثمن أكثر من هذه الأفعال، أكثر من هذا الإرهاب. يعني مارسوا إرهابا ضدنا وضد العاملين وأعضاء الهيئة ومؤسساتها، سفكوا الدماء وسجنوا وهجروا وغير ذلك، ولم يثنينا ذلك. فمثل هذه الأمور لا تثنينا أولا، ثانيا هي تعطينا رسالة أن علينا واجبا علينا مسؤولية، لأنه حينما يكون صوتنا مؤثرا ومرعبا لهؤلاء فمعنى ذلك أن علينا الاستمرار بهذا الواجب، إيصال صوت الشعب العراقي صوت الحق إلى العالم وفضح هؤلاء المجرمين وكشف جميع جرائمهم. نشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين.